لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم السبت 5 من ذي الحجة لعام 1436 للهجرة، الموافق 19 من سبتمبر لعام 2015 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. تقدمت أسرة جريدة الفتح بخالص العزاء في وفاة والد الزميل مصطفى حجاج الصحفي بالجريدة، ودعت أسرة الجريدة للمتوفى بخالص الدعاء وأن يتغمده الله في واسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، والبرلمان القادم يعد من أهم البرلمانات في تاريخ الدولة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومصر تتعرض لمؤامرات كبيرة، ونحن حريصون أن تتم هذه التجربة بنجاح، ونأمل أن يتم الاستحقاق الثالث على الوجه الأمثل. وأشار رئيس حزب النور في تصريحاته الخاصة للفتح إلى أن الحزب كان مستعدا لخوض الانتخابات بأربع قوائم، لكن نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد وحرصا على تكوين جوا من الاستقرار وأن تكون هناك شراكة حقيقة، وخاصة مع عدم استطاعة أي حزب تكوين الأربع قوائم بمفرده سوى حزب النور وإزالة التخوف الموجود عند البعض. التقى الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أمس الجمعة بكوادر الحزب في مركز منوف بمحافظة المنوفية ضمن خطة التواصل مع كوادر الحزب على مستوى الجمهورية، وحذر عضو رئاسي النور الشباب من الانزلاق خلف الأفكار المنحرفة واتخاذ القرارات بناء على العاطفة، مشددا على ضرورة إعمال العقل خاصة في ظل هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، وكذلك تحمل مسؤوليتهم في مواجهة الأفكار المنحرفة بنشر الفكر الصحيح. هاجمت طائرات من قوات التحالف الذي تقوده السعودية وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، كما شنت عدة غارات أخرى على مواقع في قلب المدينة حسب ما ذكر سكان ومصادر أخرى هناك. منع جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ورئيس جهاز الأمن الوقائي أمس الجمعة من دخول مدينة القدس، وقام بتوقيفهم ومنعهم من المرور عند حاجز حزمة. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن الحاج النابغة الجيلي أبشر المصاب السوداني الوحيد في حادثة رافعة الحرم الشريف بمكة المكرمة رفض تعويض ملك السعودية، ورفض حتى قيد اسمه بكشوفات المصابين، مؤكدا أن هذا شرف كبير له وأن هذه العلامة في جبينه تظل نورا يضيء له حياته. أدى المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للحكومة الجديدة التي تكونت من 33 وزارة، بعد أن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب التي كانت تتكون من 36 وزارة. وأدى اليمين أمام الرئيس 16 وزيرا جديدا، فيما استمر 18 وزيرا من الحكومة المستقلة في مناصبهم، وتم دمج ثلاث وزارات وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما تم استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقض نائبا عاما لمدة 4 سنوات، حيث أدى اليمين الدستورية صباح اليوم. قال وزير الخارجية سامح شكري إنه لا وجود لخلافات بين القاهرة والرياض فيما يخص الشأن السوري، مشيرا إلى أن الحل العسكري غير وارد هناك. قررت وزارة الأوقاف إجراء مسابقة لاختيار أفضل الأئمة لإمامة المساجد الجامعة من أصحاب التميز العلمي والرغبة في خدمة المجتمع، وذلك تفعيلا لدور المسجد الدعوي والمجتمعي من خلال العمل على جعل المسجد الجامع منارة إشعاع فكري وعلمي وثقافي وتفعيل دوره في خدمة المجتمع والتواصل المجتمعي. شدد جلال السعيد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وفروع الهيئات على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم وتنفيذ القرار الذي تم إصداره بمنع ذبح أضاحي العيد في الشوارع، وكلف المحافظ كل مسؤول بكل حي بتحليل محضر تلوث بيئي بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه على كل من يخالف القرار الصادر.
تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخة أم السعد الكبرى العاشرة لحفظ القرآن الكريم، المحاضرة 11 من سلسلة كتاب التفسير من فتح الباري فضيلة الشيخ أحمد فريد، المواقيت والإحرام وطواف القارن والمتمتع وسعيهما من سلسلة باب الحج من فقه السنة فضيلة الشيخ ياسر برهامي، الدروس المستفادة من سورة النور 3 الشيخ سعيد السواح، آداب الحج الشيخ عبد المنعم الشحات، باب الوضوء 1 من سلسلة كتاب الطهارة من منار السبيل الشيخ محمد سرحان، ماراثون 10 الشيخ سعيد صابر، خاطرة حول البيت الإبراهيمي الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي لبيك اللهم لبيك فضيلة الشيخ ياسر برهامي، العشر الثانية على طريق الصحوة المهندس عبد المنعم الشحات. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.